حين منذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إغاثة أشقائنا في قطاع غزة، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة انطلقوا بشكل سريع جدا، كانوا بيسابقوا الزمن عشان يساعدوا إخواتنا في أسرع وقت وفي زمن قياسي. ومن هنا اتحركت قاطرات المساعدات الإنسانية لمدينة العريش وضمت أطنان من المواد الغذائية. حين التحالف الوطني للعمل الأهلي قام بجهود كبيرة جدا من بداية الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عشان يقدر ان هو يوفر الدعم للأشقاء في فلسطين. منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إغاثة أشقائنا في نكبتهم في غزة تحت نيران الاحتلال، انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة وسارعوا الزمن وأعدوا كل ما طالته أيديهم لمساعدة إخوانهم في أسرع وقت وفي زمن قياسي، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش. وضمت تلك القاطرات 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، والتي تشمل أيضاً أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات. وبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوداً مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين. ومع تعنت الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لدخول المساعدات الإنسانية في البداية، ظل شباب التحالف الوطني صامداً ومصراً على إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين وداعماً لهم ومهوناً عليهم ما هم فيه. ورداً على ظلم الاحتلال وتعنته، اعتصم شباب التحالف بمعبر رفح هاتفين ومرابطين حتى الإغاثة. بإذن الله إحنا لينا 5-6 أيام هنا في العريش بنغلف وبنعمل كل حاجة عشان الحياة دي تخش للناس اللي جوه. الناس اللي جوه بتموت، مش عايزين مننا أي حاجة للحياة دي بس تخش. إحنا هنفضل هنا لحد النهاية، مش هنتحرك من هنا. كما يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية لنقلها لأهالي غزة عبر معبر رفح، واستقبلت مدينة العريش بشمال سيناء قافلة مساعدات مياه في طريقها لغزة، ضمت 44 شاحنة محملة بزجاجات مياه معدنية مقدمة من منظمة الأونروا. كما وصلت إلى مدينة العريش أول 13 شاحنة من قافلة أغيث غزة المقدمة من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف لإغاثة الشعب الفلسطيني بالقطاع. ووصلت لمدينة العريش قافلة مساعدات جديدة لغزة مقدمة من مجلس القبائل والعائلات المصرية، تضمنت عيادتين متنقلتين وشحنات مساعدات. ووصلت لمدينة العريش قافلة مساعدات جديدة لغزة مقدمة من مجلس القبائل والعائلات المصرية، تضمنت عيادتين متنقلتين وشحنات مساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصري، وبدأ فريق من المتطوعين في تفريغها بمخازن الهلال الأحمر بالعريش.